السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلبات الصف الثالث، اهلا بيكم مرة تانية. وتعالوا يلا نتأكد ونشوف يا ترى فهمنا الدرس ولا ما فهمناهوش، ويا ترى الحل بتاعنا حلناه ازاي، ونفهم كل جملة بنختار ازاي وبنترجمها ازاي. تعالوا نشوف يلا في صفحة 99، وده تدريب على الدرس السابع. قول لي fix ولا fixes the faucet if it drips، وقول لي صلح الحنفية لو كبت نقط. حبايبي احنا قلنا الفعل لما يجي في اول الكلام بيبقى فعل ايه؟ برافو عليكم، بيبقى فعل امر، وفعل الامر بيكون في المصدر بدون اضافات، يبقى لازم اقول برافو عليكم fix. طب تعال نشوف نمبر 2، بيقول don't a litter in the street، بيقول لا ايه الزبالة في الشارع. المفروض لا ترمي. طب ما هو الاثنين ترمي يا مستر، هقول لك ما هي دونت بيجي ورا ايه، هتقول لي دونت بيجي وراها مصدر بدون اضافات، فبالتالي لازم اخد ايه يا حبايبي؟ ثرو، ما ينفعش اخد ثروز. طبعا صفحه 100 بتكتب هند دي كتابه حبايبي، خط بتكتبها وخط جميل، وخلي خطك جميل وتكتب على السطور. تعال بقى نشوف 101. 101 برده كله تدريب على افعال الامر. بيقول لي تيك، بيقول لي ريد اند ماتش، بيقول لي تيك، يا ترى تيك يو نيد ولا تيك ان ذا ايرلي مورنينج ولا تيك شورت شاورز ولا تيك اف دريبس؟ هتقول لي لا تيك، خد short showers يعني حمامات قصيره، يبقى هكتب عليها 1. نمبر 2 fix the faucet يعني صلح الحنفيه، احنا قلنا بنصلح الحنفيه امتى حبايبي؟ برافو عليكم لو كانت بتنقط، يبقى if it drips، if دي معناها لو حبايبي. نمبر 3 بيقول use only the water يعني استخدم الميه فقط. طبعا اكيد you need يعني اللي انت محتاجها to make coffee، قلت يا حبايبي اللي بيقرا الدرس وبيحفظه بيلاقي كل التدريبات سهل، يبقى use only the water you need to make coffee، طبعا دي هكتب عليها نمبر 3. تعالوا يا حبايبي يلا نشوف السؤال التاني. المفروض بقرا الكلمات دي وبترجمها وبعرف معناها كويس جدا. عندنا كلمه turn خدناها turn on وturn off يعني يشغل ويطفي، wash يعني يغسل، take يعني ياخذ. بقول لي I a short showers not long bath يعني انا باخد حمامات قصيره مش طويله، طبعا اكيد يبقى I take، وتيك يا حبايبي تيك شاور معناه ياخد حمام. طيب a of the faucet when brushing your teeth، قلنا اعمل ايه في الحنفيه لما تيجي تغسل سنانك؟ طبعا حبايبي لازم اقفل الحنفيه، يبقى turn off. turn off يعني اقفل الحنفيه لما تيجي تغسل سنانك عشان ما تبزرش في الميه. طب تعالى نشوف يلا السؤال الثالث. المفروض السؤال ده ترتيب، بيقول ذا turn the faucet off، يبقى المفروض اقول يا حبايبي ها turn off يعني اقفل the faucet. خلي خطك كويس على السطور حبايبي، تاني خلي خطك كويس على السطور، ومديني السطور ده مش عشان العب، لا عشان اكتب عليها ويبقى خط جميل. طب تعالى نشوف اللي بعدها، بيقول do conserve how at home you water، عايز اقول ازاي بنحافظ على المية في البيت، يبقى how. شوف انا ملتزم بالخطوط ازاي حبايبي، do you conserve water يعني ازاي بنحافظ على المية at home يعني في البيت. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال الرابع، واللي بيقول لي اكتب الكلمات دي تحت. طبعا حبايبي اول كلمة كلمة شامبو يعني الشامبو اللي احنا عارفينه، تاني واحدة صورة الحنفية اللي هي فاصت، تالت واحدة بول، وقلنا بول دي حبايبي اللي هو الوعاء. طب رابع واحدة كوفي، وقلنا كوفي حبايبي اللي هي القهوة اللي بتتشرب، لكن القهوة اللي بنقعد عليها اسمها كافي. كافي. تعالى حبايبي يلا نشوف السؤال الخامس، بيقول لي wash fruits and vegetables، المفروض ان انا بقرأ واوصل فين حبايبي هنا اللي بيغسل الخضروات والفاكهة؟ طبعا ادي اللي بتغسل الخضروات والفاكهة. نمبر 2 بيقول water your plants يعني اروي النباتات، ادي الولد اللي بيروي النباتات. طب تعالى نشوف نمبر 3 بيقول turn off the faucet يعني اقفل الحنفية، فين حبايبي اللي بيقفل الحنفية؟ طبعا الولد ده هو اللي بيقفل الحنفية. يلا حبايبي تعالى نشوف سؤال اختياري، بيقول لي ايه يور تيث، بنعمل ايه في اسناننا يا ترى؟ واش بنغسلها عادي كده ولا براش ولا تيك؟ طبعا براش، ونغسل سنانه بالفرشة اسمها براش. نمبر 2 بيقول اي نيد تو ميك، يا ترى انا محتاج اصنع ايه؟ يا ترى هصنع فاكهة ولا اصنع خضروات ولا اصنع كوفي؟ هتقول لي لا هصنع كوفي، قهوة. نمبر 3 بيقول turn the water when brushing your teeth، اعمل ايه في الميه لما تيجي تغسل سنانك؟ بنقفلها يا مستر، يبقى turn off.
نمبر 4 بيقول لي don't ولا do ولا doesn't take long bath. قلنا يا حبايبي لما اجي اقول لا النهي ده بيبقى بكلمة don't، ما ينفعش يبقى ب doesn't. تعالوا يلا يا حبايبي نعيد ترتيب الكلمات. طبعا اول كلمة دي كلمة فاصل، وقلنا مديني السطور عشان التزم بيها عشان يبقى خط جميل. اللي بعدها كلمة water، water يعني ماء او يسقي. اللي بعدها كلمة bowl، قلنا بول حبايبي بمعنى سلطانية او وعاء. اللي بعدها كلمة drip، قلنا drip حبايبي بمعنى يسقط او ينقط. تاني drip يعني يسقط او ينقط. تعالوا حبايبي في السؤال التامن بيقول لي look and write sentence under each picture، يعني اكتب جملة تحت كل صورة. طبعا هنا قلنا يا حبايبي لازم اغسل الخضروات، يبقى هقول I wash يعني انا اغسل fruit الفاكهة and vegetables والخضروات. طب تعالوا نشوف يلا هنا بيعمل ايه ده، بيروي النباتات، يبقى هقول I water يعني انا اروي the plants يعني انا اروي النباتات. يا رب نكون عرفنا الاسئلة دي بتتحل ازاي. تابعونا في الجزء اللي جاي ان شاء الله مع حل باقي الوحدة. جود باي، السلام عليكم.